ناس دقيق شوي زي شعره، يبغى لها الواحد تربوي يكون مفتح وكيس فطن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيس فطن. تفضل ابو حسان. هي سبحان الله، كنت اسمع القائد عسكري اوروبي يتكلم عن اسس التربيه وكيف يكون الانسان عظيم. قال عندما يرتب فراشه في الصباح. يرتب ايش؟ فراشه. فراشه في الصباح. شوف هذا المنطلق، يعني لما تراه انت تحس انه على ما يقولون الشباب يتريق ابنه، لا، هي تنطلق من التربيه في الصباح. ولذلك بدل ما تجيب مربيه ويربون ابنائك، هذه الام اعطاها راتب شهري وتكون هي الرحمه والموده وانت القوه عندك. انت القوه عندك، لكن لا ترفع كل شوي، لان كثر الامساس يذهب الاحساس. بعض الاباء ما يعرف عند ابوه ولده الا يصفقه يلطمه يا ورع يا كذا. لا والله، بعضهم ما يسمي ولده يا رجل. انا اعرف اب يسمي ولده ابو فلان وهو صغير، والله يقوله لي مهندس الاستاذ في كليه التقنيه خميس بابها الاستاذ حسن بن مانع بن عمير، يقول اسمع ابوه من زمان ما يزهمه الا يا ابو مانع، ما يدعي ولده الا باسمه يا ابو مانع. فرحمه الله الوالد توفي، بقي بعده ابناء مهذبين مؤدبين ما شاء الله تبارك الله. فلذلك احترم العقليه، هذا ترى بكره بيصبح مدرس قاضي ضابط إذا ما احترمته ومليته عاطفة وبسط وناسة وتربية. إيش ينقص منك إذا ربيته؟ فالتعاون بين الأبوين مهم جدا، وأعطانا الله سبحانه وتعالى تربية غير مباشرة، تربينا. أعطانا الصلاة 5 مرات نداوم ربي. إذا قد تأخذها للصلاة لا تقول قم قام أضلعك، قم قم والله يقلع ذا الكلحة، لا تقول له كذا. والله بعض الآباء ترى يفكر إنه والله إني أعرف آباء إن عندهم قوة في أعطها العير الحمراء إلا قشطة قلبة، فطلع ولد مسكين ما يدري إن عنده مشكلة نفسية، غرسها الأب هيبة خلعه ما يقدر يصب قهوة. فالشاهد إنه ينبغي قم، إيش رأيك نروح في ضيافة؟ أنا وأنت معزومين عند ربي، جانا داعي من ربي ومعزومين، يلا قم الله يوفقك، ويجعل يده فوق رأسه ويقول بالتي أحسن، خذ ولدك معك. الله عز وجل قال في هذه المسألة لأنها ما هي بسيطة، أعطاها أنواع، أكبر أنواع الصبر الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. الاصطبار أعلى منازل الصبر، واصطبر. لما يمشون 5 مرات إلى المسجد يروحون ذا الأولاد، تربوا بين يد الله، كيف يركعون كيف يسجدون، هم تربوا التربية الثانية على القرآن. والله الذي لا إله غيره، ما يصلح أبناءنا مثل الصلاة والقرآن، مهما كنا تربويين وما أدهى منا، جعل الله لنا في حياة الأنبياء ألا حول ولا قوة إلا بالله. نوح نبي ولده ما صلح، إبراهيم نبي ولا أبوه لا يصلح. ليه؟ لأن هذه الأمور بيد الله عز وجل. فعليك أنت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب أهل بيت استعمل فيهم الرفق. شوف البيوت اللي أبوه والأم رفيقين، كيف الأبناء، كيف الأبناء تجدهم عنده يكلمك، تكلم رجل كبير في عقله، بينما بعضهم مسكين من تربى على النهر والصياح والنياح تجده مسكين، تحس إن عنده مشكلة، حتى أنه يزدوج معك في أي مسألة ينط فيك، لو تناقر أنت وياه على أقل شيء نط فيك. ليه؟ لأنه مسكين من يوم عاش وهو على الحندار ولا النهر ولا ذا. أنا يوم من الأيام دخلت عند أب وقابلني ولده عمره 5، أحبوا يا مرحبا حياكم الله، وهب لي وقلطني واعطاني، قلت الله يحييك ما شاء 5 سنوات. قلت يا ولدي من ربك؟ ما درى مسكين يعرف مشكله. قلت من نبيك؟ يا حسافة ترحبوا ما درى. اي والله. قلت من انا؟ ما دينك؟ ابوه جالس انحرج. قلت هيه علمه الاصول الثلاثة احسن لك، خلى رحبوا هذه، كنا لا بنقهوي اليوم وبنعلم العرب، لكن علم دين ولدك دينك علشان يكون ولد صالح يدعو لك. ترى من فقه ولد صالح يدعو لك، ترى صلاته لك، الصلاة 50 اللي صلاها ترها لك، ليس إلا دعاء، لأن الصلاة في العرف في التعريف اللغوي إنها الدعاء. فكثير لذلك ينبغي علينا، والدعاء عليه الصلاة والسلام، أعط ولدك أكرم شيء يحبه الله، يقول عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
والله ما يصلح أبناءنا والذي لا إله غيره قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم ما يكترث ولا يبالي لولا دعاءكم. كثر له في السجود، لا ترفع خشمك وجبهتك إلا قد قلت يا رب اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وأسألك بحولك وقوتك أن تصلح نيتي وذريتي. ربي هب لي من أزواجي وذريتي ذرية طيبة، أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء آمين المسلمين آمين. ومن قال آمين. أنا أخاف أبو حسان الولد كان يعرف الجواب بس أنت خوفتها بطريقة السؤال أنه أخلعني هو يعني أنا قلت ما هو قال أرحبو وأنت قلت من ربك فتروع يعني أنا منكر ونكي ما أدري طيب أبو طلال يقول السلام عليكم، الدلال الزاد يعزز الاتكالية واللا مبالاة. أيضا خيرية السرحاني تقول الإشكال أن الزوج يمكن على قصة أبو عبد الله أن الزوج يأخذ الزوجة من بيت أهلها